الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد خاتم النبيين ومعلم الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسئلة يجيب عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، دروس ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء الذي قرأ فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء الذي قرأ فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ ما حكم الاغتسال؟ الجواب: لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه قرآن مكتوب، وليس فيه مصحف مكتوب، وإنما فيه ريق أي نفث، وهو الهواء الذي خالطه المصحف، أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أن لا كراهية في ذلك، وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن، إنما فيه نفث بالقرآن، وفرق بين المقامين. سؤال آخر: ما حكم إذا ذبح العبد ذبيحة لأن الله قد شافى مريضه وخرج من المستشفى؟ ما حكم إذا ذبح العبد ذبيحة لأن الله قد شافى مريضه وخرج من المستشفى؟ الجواب: أن هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الأضحية. أن هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة، فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض وارتفاعه، وتعافى ذلك المريض وشفي بفضل الله جل وعلا وبنعمته، فهذا يختلف حاله. فإذا قصد بالذبيحة أنها شكر لله عز وجل، وتصدق بلحمها، فهذا حسن، لأن المرض قد انتهى وارتفع، فهو لا يقصد بها الاستشفاء، وإنما هي نوع شكر لله جل وعلا. وكذلك فلا بأس إن دعا إليها أحد من أقاربه أو ممن يحبون ذلك المريض ونحو ذلك، فهذا من باب الإكرام. وأما إن كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى، أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض، أو يدفع شيئا مما يخافه، فهذا غير جائز، سدا لذريعة الاعتقادات الباطلة. سؤال: جاء في بعض الكتب نقل معناه أن الإنسان إذا خاف على ولده أو على نفسه العين، فإنه يضع على جبهته أو جبهة ولده نقطة سوداء لصرف العين ودفعها. جاء في بعض الكتب نقل معناه أن الإنسان إذا خاف على ولده أو على نفسه العين، فإنه يضع على جبهته أو جبهة ولده نقطة سوداء لصرف العين ودفعها. الجواب: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا قدري،
فإنه لا يجوز اتخاذه. وهذا يختلف عما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى غلاما صغيرا حسن الصورة وخاف عليه العين، فقال لأهله دسموا نونته، ففعلوا. فهذا من باب إخفاء الحسن ومحاولة تدميم الصورة، وليس التدسيم، وهو وضع نقطة في بعض الوجه الذي يوضع لأجل أن تدفع تلك النقطة العين، ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن، فلا تتعلق النفوس الشريرة به. فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكرت لأجل اعتقاد أنها تدفع العين، فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز. وإن كان لأجل إظهار عدم الحسن في تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، والله أعلم. سؤال: أجاز بعض العلماء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم حديث الأعمى، فكيف يرد عليهم؟ سؤال: أجاز بعض العلماء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم حديث الأعمى، فكيف يرد عليهم؟ الجواب: حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث، وفيها زيادة أن أحد الصحابة وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه أرشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقدر الأول، وهو أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا صحيح وجار على الأصول، حيث إن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه، وهو عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ويستطيعه ويقدر عليه. أما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه أو بذاته أو بنحو ذلك بعد وفاته فإنه لا يجوز، بعد وفاته فإنه لا يجوز، لأنه طلب للشيء ممن لا يملكه. والرواية التي في الطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل، ولذلك ليست بحجة، ولم يرد أن الصحابة استعملوا هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أيضا على أن ذلك خاص بالأعمى، وعلى أن أصل الاستشفاع وأنه رحمة من الله جل وعلا للمستشفع وفضل منه عليه وإزالة عما به، أن ذلك الأعمى رأى نورا وأبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وتوجه ذلك الأعمى إلى الله جل وعلا أن يجيب فيه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. والصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء، فكان في المدينة أناس عدة قد كفت أبصارهم، منهم ابن أم مكتوم وجماعة،
فما دعوا بذلك الدعاء، وإنما كان ذلك خاص بذلك الأعمى، فالعلماء لهم في ذلك توجيهان. فالعلماء لهم في ذلك توجيهان. التوجيه الأول أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى، بدليل عدم استعمال بقية الصحابة لذلك الدعاء، وعدم إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يزال ما بهم من عمى البصر بذلك الدعاء. التوجيه الثاني أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة، والصحابة فهموا ذلك، ولهذا ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه قال: لما أجدبوا وهو يخطب في الاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، يا عباس قم فادعوا الله لنا، يا عباس قم فادعوا الله لنا. أخرجه البخاري في الاستسقاء. قال العلماء انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى المفضول وهو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لعلة شرعية، وهي أن الدعاء من الحي ممكن، وأما من غير الحي، الحياة الدنيا معروفة، فإنه غير ممكن. وإلا كان عمر رضي الله عنه انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية، وهذا ممتنع في حق الصحابة رضوان الله عليهم لكمال فقههم. المصدر: كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، دروس ألقاها فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. لا تنسوا إخوتي الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم يوميا فيديو جديد على منهج علماء السلف الصالح، مقتطفات من كتب السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.